هيش خلينا نبلش الحلم بهالطريقة. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ادعو ادعو ادعو، أرد أشوف السياسي شلون يدعي بالحج. ابتشو لك ابتشي. يا رب يا رب افرجها على العراق يا الله. هذا البلد مسكين واحنا رايحين الطريق مسدود. حبيبي قلنا حلم بس ما به كذب، يعني اكو سياسي يدعي العراق؟ ليش والله تدعي العراق؟ فهمني يا رب. سهل تشكيل الحكومة حتى تنقر الموازنة ونرجع نبوق عار. اي صح. يا الله يا الله يا ربي والله. اللهم أزل هذه الغمة عن هذه الأمة يا الله. يا الله يا رب. إيران عليها عقوبات يا الله يا الله. سوريا تفلشت يا رب. لبنان اقتصادها فلس يا الله. وين أغسل فلوسي يا الله يا رب يا الله يا الله. أني عبدك الفقير. العراق انترس بارات وشرب يا الله يا الله. بغداد انترست شرب يا الله يا الله. وين ما طبك مال شرب يا الله يا الله. إذا استمر الوضع هيك وين نبيع مخدرات يا الله؟ وين نبيع مخدرات يا الله يا الله. اي اجى سياسي شاب، ونعرف هسه السياسي الشاب مسيطر على الوضع. ادعي ادعي من كل قلبك، اريدك تدعي دعاء يوصل، دعاء عن وضع العراق. ادعي. يا رب يا رب. إنا لا نسألك رد القضاء يا الله، ولكننا نسألك اللطف فيه. اسمع هذا الدعاء من عضب حزب إسلامي مؤمن. زاد الفساد، بيوت الدعارة بكل مكان، بس صدقني ربي صدقني واردهن مو زين. يا رب يا الله يا الله. يا إلهي، إذا كان الفساد والبوق امتحان من عندك فأنا راسب بهذا الامتحان يا الله يا الله يا الله يا الله. انا طغيت وغلطت صح، بس طيت العدول ما عدو قاعد تعرصي. حل مال ميناء اللي اشتريته، وريت بصبقه صبقتين ارجع فلوسي يا الله. رجع فلوسي يا الله. باع لك تدعي هالمره، يعني تدعي بتهمته ولا لا؟ يا رب. اي انا ما عندي شيء ادعي بي، بس اريدك تسامحني. انا الحمله دار اللي جبت هاي الشله مال الحراميه، وانت تعرف اصل النكته بعد. اخوان انا اقول نوزع المناصب والوزارات بهذا المكان الطاهر المقدس. احسنت احسنت. وحتى الله سبحانه وتعالى يشهد علينا. بس عندي سؤال. قول استاذ. راح توزعوهم بنفس الطريقه مال التكنوقراطه بعدين يطلع كله كلاوات؟ لا، عندنا طريقه جديده علميه جدا ديمقراطيه. يا الله صار لنا 20 سنه عليها. يا الله جيانا. يلا اوليه. يا الله وزاره الداخليه. الدفاع. يعني المالية شوية لازم أمشي بثقل. هو هذا المدني من يشترك وياهم كل شيء ما يحصل بعدين. لكم فلوسي؟ لكم حرامية؟ لكم فلوس؟